زي محمد ابراهيم. اول ما تامر حسن شافه وقال لي في ولد في الزمالك هو عمر جابر، جبت يلعب معانا ماتش في الفلاحين كده عند دكتور اسمه ايه؟ ما كنتش معاك يا كابتن. اسمه دكتور اقول لك اسمه دلوقتي. هرماس رضوان. هرماس. عملنا وليمه بنت اللذين. كان اول مره العب. حاجه عملنا فرح في هناك عنده في البلد. طب وانت بنساوي عرفت منين دكتور هرماس؟ هو بنساوي كان معاك ولا ايه؟ دي حاجه دكتور هرماس. فكان اول مره لعب محمد ابراهيم. محمد هرماس نزل الشوط الثاني ما بصاش بصا عدله، كل ما يمسك الكرة يقعد يرقص تتاخد منه. عايز اقول لك العامل النفسي للاعيب تتعامل معاه ازاي. انت عندك 30 شخصيه، لازم يبقى عندك 30 شخصيه عندك انت تتعامل بكل واحد لوحده. فطبعا تامر بره وايمن حافظ وسعفان الدولي اللي انت جبته، الدولي ده كمان حدوته، سعفان ده حاجه محترمه. عايزين بقى يزعقوا، ما حدش يتكلم محمد ابراهيم خالص. خلصنا الماتش، الوليمه بتاعت الدكتور هرماس اياها اللي انت عارفها، طلعنا الاوتوبيس. قبل الاوتوبيس ما اتحرك قلت له لو سمحت دقيقه واحده اديني الميكروفون، اتفضلوا اقعدوا، انا يا جماعه بعد الماتش النهارده هغير طريقه اللعب. كله بقى تنح. هنلعب بكورتين، كره لمحمد ابراهيم وكره للفرقه. كله طبعا وقع من الضحك. وبقى من ساعه ما مشينا مع الدكتور هرماس لحد ما وصلنا للقيام موضوعنا محمد ابراهيم. عملتها بهزار وعملتها بضحك وببساطه. محمد ابراهيم بعد كده بقى محمد ابراهيم. مش عايز اقول لك في الفتره دي كان، مش عايز اقول ان كان محمد ابراهيم قبل محمد صلاح بالنسبه لي. شوف بقى محمد صلاح، محمد ابراهيم كان قبله؟ بالنسبه لي محمد ابراهيم، محمد ابراهيم يعني. انت كان توقعاتك ان محمد ابراهيم هو اللي هيروح في حته ثانيه؟ كان الاثنين، عمر جابر، محمد صلاح، محمد ابراهيم وحجازي وعمر جابر والشناوي، الشناوي زمالك احمد، احمد والشناوي ومانجا وتاحه، مانجا وتاحه وحسين السيد، ايمن اشرف، الناس دي كلها. النني كان بيلعب معاك فين ايمن يا كابتن؟ مين؟ ايمن بقى معايا في المنتخب. كان بيلعب فين؟ بيلعب، كنت بلعبه سردباك وبلعبه باك ليفت برضه على وضعه يعني. انا صاحب التقليعات ديت. ما هو بقول لك ايه، في المدرب امكانياتك توقعت ايه؟ توقعت ان صلاح يروح الحته دي يا كابتن؟ ما حدش يتوقع، لكن لما سالوني الله يمسيه بالخير المهندس ابراهيم محلب والمهندس حبيب مصطفى تعالى، كان كنت قريب قوي من محمد صلاح الفتره دي، في النادي الاهلي وفي سويسرا، يروح فين؟ قلت لهم سويسرا. بس في حاجتين يا محمد تعملهم، تتعلم لغه وتتجوز، تتعلم لغه وتتجوز. الله يمسيه بالخير الدكتور نبيل دعبس والدكتور وليد، لما انا وصلت افريقيا وصلنا وكسبنا البطوله دخلهم كلهم الاكاديميه ببلاش. كلهم دخلهم ببلاش، كان من ضمنهم محمد صلاح. لكن محمد صلاح، ما هو ده الفرق ما بين لعيب كوره ولعيب كوره. كل ما تزيد في التدريب كل يوم، الله يرحمه الكابتن صالح قال لك اللي ما لعبش فريق اول وهو تحت 18 سنه يروح يلعب تنس، يلعب باسكت، يلعب اي حاجه ثانيه. اللي ما لعبش فريق اول وهو تحت 18 سنه يروح بيته. محمد صلاح اشتغل على نفسه. بص محمد صلاح يا سيف لما بيلعب الفانيلا، بص عضلاته، وهات ادخل لعيب كره في مصر قلعه الفانيلا. فالشغل بره غير الشغل هنا.